بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بيكم. معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هنتكلم عن الباي باس دايود والبلوكينج دايود. هنتكلم عن إيه؟ الباي باس دايودز والبلوكينج دايود. ببساطة كده، البلوكينج دايودز اللي هي ديودات المنع بتستخدم في حالة التوصيلات بحيث تمنع مرور التيار للموديولات أو للخلايا في الاتجاه العكسي. يعني انا بفترض التيار بيمر في اتجاه معين، بركب دايود البوزيتيف بتاعه في هذا الاتجاه والنيجاتيف في الاتجاه التاني. لو حصل اي مشكلة في الاتجاه التاني والتيار عايز يمشي عكسي، البلوكينج دايود بيبقى اوبن سيركت وبيمنع مرور التيار في الاتجاه العكسي. يبقى احنا كده خلصنا البلوكينج دايود. طيب الدايودز المهمة جدا التانية اللي هي الباي باس دايود، دايودات المسار الجانبي، دي من اهم الحاجات اللي احنا هنقول عليها بيبقى عليها اعطال ومشاكل كتير. طيب باشمهندس، هو الباي باس دايود ده فايدته ايه بالظبط؟ ده بيسمح بمرور التيار في حالة وجود ظلال على احد الخلايا. لو انا فاكر ان موضوع الظلال هو العدو اللدود بتاعنا في الطاقة الشمسية، حضرتك لما تعمل تصميم لازم تاخد بالك ان المحطة بتاعتك والميول الخاصة بالالواح الشمسية ما تكونش بتتعرض في اي وقت من اوقات اليوم الى ظلال. مشكلتنا الكبرى في الشادو يا شباب، الشادو مشكلة كبرى في الخلايا الشمسية، ده عدو لدود لينا موضوع الخلايا الشمسية. زي ما قلنا زي كده ايه، ارتفاع درجات الحرارة التمبريتشر من احد المشاكل في الالواح الشمسية. فانا مشكلتي يبقى في ظلال على خلية. طيب لو كان في ظلال على خلية بيحصل ايه؟ الخلية دي بتعتبر دايرة مفتوحة او open circuit. يعني ايه دايرة مفتوحة؟ يعني بيئة المقاومة بتاعتها كبيرة جدا، يعني الريسيستنس عالية. طب لما بتبقى المقاومة عالية ايه اللي بيحصل؟ التيار هيمر في الباي باس دايود. يبقى الباي باس دايود او دايودات المسارات الجانبية دي بتسمح بمرور التيار في حالة وجود ظلال، في حالة وجود ظلال. طيب الباي باس دايود دي بتبقى موجودة فين؟ دي بتبقى موجودة في صندوق التوصيلات اللي موجود في ظهر اللوح، زي ما باين يا شباب في الصورة اللي قدامكم في اللوح الشمسي. يبقى الدايودز لو انا فكيت صندوق التوصيلات الخاص بالموديول او الجانكشن بوكس هلاقي دايودز. الدايودز دي هي دايود ايه؟ هي دايود الباي باس دايودز. الباي باس دايود دي حاجة مهمة جدا بتسمح بمرور التيار خلال هذه الدايودز في حالة وجود او في حالة وجود شادو على اللوح، وبالتالي بتحمي اللوح من ان هو يحصل له هوت سبوت او يحصل معاه مشاكل كبيرة جدا، لان الجزء ده او الخلية دي بتبقى open circuit وبالتالي بيحصل عندي مشاكل كبيرة في اللوح. فالباي باس دايود بيسمح بمرور التيار في حالة وجود ظلال على احد الخلايا وبيحمي الخلية من هذه الظلال. يبقى الفيديو بتاعنا بيتكلم عن الباي باس دايودز والبلوكينج دايود. ده فيديو مهم جدا لازم تاخد بالك منه. الدايودز اللي موجودة في ظهر اللوح دي هي الباي باس دايود او دايودات المسار الجانبي. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالألواح الشمسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.